هذا تكريم انا بالنسبه لي حيبقى لي للتاريخ، حصل لي شرف وين كرمني السيد رئيس الجمهوريه بنفسه. كما قلت كما بالك البارح من البارح وانا نستنى في هذه اللحظه هذه، شغل كيك كذاك الولد الصغير اللي زعما شغل جاي العيد ولا زعما شغل غدوه حنشوف رئيس الجمهوريه وحيكرمني هو بنفسه. وزاد حفزني وقال لي ما تحبسش هنا، زيد جيب لنا ميداليه كما هذه في الالعاب الاولمبيه. ان شاء الله ناخذ كلامه ان شاء الله بنصيحه ونجيبه ان شاء الله ميضه باذن الله.